لي فرقة نور المصطفى من ولاية مصدغانم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، مجدد لكم التحية لكل من التحق بنا لتو اللحظة. نهاية أسبوع مريحة للجميع وبداية سنة موفقة للجميع، طبعا سنة 2022. طبعا متواصلون معكم مشاهدي الكرام عبر القناة الأولى والسابعة المعرفة للتلفزيون الجزائري لتمامي العاشرة بحول الله بفقرات وأركاننا وروبورتاجاتنا. زميلة صحفية مريم صحراوي تقترح علينا روبورتاج حول الرسم على الزجاج للحرفي والفنان درايشية عبد المجيد. السيد عبد المجيد درامشية أحب الأعمال اليدوية منذ صغره، وبقيت تسري في عروقه سريان الدم فيه إلى أن تقاعد فأخرج موهبته من غياهب النفس لتصبح واقعا يبدع من خلاله تحفا ذات جمال متناسق بين الزجاج والشكل المنقوش. ملي كنت صغير عندي كما نقول حنايا جي في بوكو داكتيفيتي مانويل، درت الرسم في لي بوزار، درت موسيقى، درت بيانو، جي في بوكو داكتيفيتي كولتورال، ومنها كما نقولوا حنايا من الرسم هذاك بقى في الذهن تاعي. الميدان المهني تاعي السابق كنت في الميدان دو لارشيتكتور، دونك جافي ديجا دو نوسيون دو ديسان، لا 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 توش تاع لو ديسان كانت مازالت عندي من زمان. كيف هبتيت في الميدان هذايا؟ جات هكذاك بعد التقاعد تاعي، بقيت نخمم قلت انا واش ندير، راني ديت التقاعد. أنامل أبدعت نقوشا أعطت الزجاج بهاء وأخرجت قيمة الإبداع فيه. من زمان نحب الحطب، كنت بديت نخدم في الحطب، كانت عندي شيت آلة اللي تخدم الحطب، بديت نخدم في الحطب كما كنت شاهدوا من اللور هذاك لا لامب، جي كومونسي أفير دي بتيز أرتيكل كوم سا، ومن بعد فقت بلي هذيك الآلة اللي عندي تخدم الزجاج ثاني، قلت علاه ما نجربش. شريت واحد العلبة صغيرة حتى تاع مايونيز، رسمت عليها واحد فانكرافيت عليها واحد راس تاع شوفان، عجبت الزوجة تاعي قلت علاه ما تجيش تخدم في الأمور هذوما، وبديت بلا عقل مسحهم بعد على معلتي حتى وكل نوصيو على الزجاج. شدة حبه للحرفة جعله يبحث عن أصولها وكل ما يخصها ليتقن صنع إبداعاته بكل حرفية وجمال. بديت نحوس نفهم، دخلت شر انترنت، كي دخلت شر انترنت نحوس وطحت على واحد لا فيديو تاع واحد الأستاذة إنجليزية، سي اون غراند ارتيست، هي لي بروفيسيونيل دون دومين، وهي اللي تخدم الزجاج تاع الملكه تاع انجلترا. قلت والله خلينا نسالها، سالتها جاوبتني، كي جاوبتني ورات لي دي بتي زاستوس كيف ندير، كيف انا نخدم، كيف، وبقيت اليوم هي اليومين هذا مازال لي معلقه معها في شو الانترنت. يختار السيد عبد المجيد الاشكال التي ينوي نقشها من بحوث يقوم بها لكي لا تتكرر وينجو من الملل. قبل ما ننقش أي حاجة نحطها قدامي ونبقى ندرس فيها، نشوف هنا واش لازم ندير، احنا كيف لازم ندير، يا كان ريح يومين ثلاث ايام وانا ندرس فيها وانا نشوف فيها. كي نروح باش نشري الزجاج اللي نخدمو نختارو، ديجا لازم يكون عنده اون سارتان ايباسور، يفوتري يكون كيما نقولو حنايا نقي، كي نقول نقي ماهوش نظافة، يفوتري كيلي اون سارتان كلارتي باش كي تشوف نحكم الزجاج تاعي نشوفو مليح اسكو ما فيهش دي بول دار، اسكو خطرات الزجاج يكون شويه بومبي فيه دي ديفو لي محسوب تنتو لافريس هاذي كي تجوز فوق وتصوتي، لازم يكون ليش تسمى فيها دراسة قبل مليح تاع الزجاج اللي راح نخدمو. جي كومونسي بار فان لي بتي كادر،
ومن بعد من هاللي طورت وليت نخدم لي فاس وليت نخدم الاخر ودوك راني ما نقولش لحقت راني نجرب راني نجرب في الكريستال تسيبي بزاف في لي